ركود اقتصادي، تفاصيل لم يكن يعرفها الناس حتى اكتسح وباء كورونا العالم. عاشوا على أمل إيجاد مخرج أو من يضع حد لذلك الوباء الخطير، ومع أن بدأ الحديث عن لقاح ضد الفيروس ووصوله إلى العراق حتى اختلف الأمر عند أغلب المواطنين الذين انقسموا بين مرحب ورافض. المشكلة إحنا يعني أكثر المعلومات اللي يأخذها المواطنين هي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. أنا المفروض المعلومة أخذها من صاحب الاختصاص، فصاحب الاختصاص هو اللي ينطي المعلومة الصحيحة، مو أي واحد يقدر يتكلم بكيفه وهو ما له علاقة بالمسألة. فإحنا هسه كأطباء يعني إحنا أول الناس لقحنا، حالة حال بقية اللقاحات اللي إحنا صار لنا سنوات نعطيها لأطفالنا، يعني إما هو الفيروس نفسه مقتول أو أجزاء من عنده، وهذه لما تدخل إلى جسم الإنسان راح تبدي تحفز الجهاز المناعي على إنتاج الأجسام المضادة، حتى مستقبلا إذا تعرض الشخص لإصابة مباشرة من الفيروس نفسه يكون جهاز المناعة متحفز لهذا الفيروس. وضمن حملة التعزيز الصحي التي أطلقتها وزارة الصحة لحث المواطنين على تلقي لقاح كورونا بعد سلسلة الشائعات التي تشكك بفاعليته أو ما قد يتسبب به من آثار جانبية أو مضاعفات مستقبلية، نفذت حملة إعطاء اللقاح في أحد المراكز الصحية لموظفيه وسكان المناطق القريبة، مع تأكيد الجهات المسؤولة على التزام المتلقين له بتعليمات خلية الأزمة الوقائية، خصوصاً بعد أن كثر الحديث عن أن متلقي اللقاح يصبح ناقلاً للعدوى إن لم يدخل في فترة حجر صحي. طبعاً تعرفين أنه إحنا اللقاحات الموجودة عندنا ثلاث أنواع حالياً، لقاح السينوفارم، لقاح الأسترازينيكا الإنجليزي، طبعاً سينوفارم الصيني، ولقاح الفايزر الأمريكي. كل هذه اللقاحات اللي ياخذ الجرعة الأولى طبعا عنده جرعة ثانية وبيناتهم سقف زمني، فاللقاح السينوفارم عادة السقف الزمني بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية هي من 21 يوم إلى 28 يوم، واللقاح الأسترازينيكا السقف الزمني هو من 4 أسابيع إلى 12 أسبوع. طبعا اللي ياخذ الجرعة الأولى له حرية مطلقة بالحركة وماكو داعي للحجر، وهذا الشيء مو صحيح، لكن يجب أن يلتزم بالشروط الصحية من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء التنقل. لا يزال اللقاح محط جدل عند العديد من الناس، فتلك المخاوف تواجه الآن بعض القرارات الحكومية التي تجبرهم على تلقي اللقاح عند السفر والعاملين في المراكز التجارية والمطاعم، داعين إلى ترك الخيار للمواطنين دون تحويله إلى قرار جبري. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.